لدرجه محطه اي ريديو في جوبا. الهدف الرئيسي لاي ميديا هو تعزيز الملكيه المحليه للمحطه من خلال تمكين وبناء قدرات المواطنين في جنوب السودان في الاداره وصنع القرار لاستمرار شعبيه. اي ريديو اسس لتقديم المعلومات التعليم غير حكوميه والاغراض العلميه لساعد في جنوب السودان والمناطق المجاوره، اخبار موضوعيه ومتوازنه ومعلومات من القضايا الحيويه للابلاغ والمشاركه المدنيه، بما في ذلك القضايا الحكوميه والانتخابات، الصحه، التعليم، الثقافه والمساواه بين الجنسين. اي ريديو عنده خدمه الموجات القصيره، وهو مشروع اي ميديا بدعم مالي من بيسس والمكالة الامريكيه للتنميه الدوليه USA. مرحبا بكم في اي راديو على الموجة القصيرة 11730 كيلو هرتز على 25 ميتا باند من الساعة 7 وحتى 8 صباحا، وعلى الموجة 17730 كيلو هرتز على 17 ميتا باند من الساعة 7 وحتى 8 مساء على مدار الاسبوع. وهذا برنامج السنة لمساء اليوم الاربعاء الموافق 25 ابريل 2016، ومعكم في التقديم ماريا مايكل طويل. وبرنامجنا لمساء اليوم تبدأ بالاخبار مع الزميل دومينيك سانتو أتيم. ده اي راديو عينك على جنوب السودان. مرحبا بكم، ده زمن نشرة الاخبار من اي راديو، ولكن بنبدأ باهم العناوين. الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون يرحب بأعداء اليمين الدستوري لدكتور ياك ماشي.